وهناك صدقات ليست مالية، العناية بالقرآن، تسبيح، تهليل، تكبير، الأذكار، الاستغفار، صدقة ليست من مال، لا لك فيها الخير العظيم والفضل الكبير، كما في حديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة منا صدقة، يعني على كل محصن صدقة، فكل تكبير صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، لأن الصلاة تستعين فيها الأعضاء كلها، هذا من فضل الله ومن تيسيره جل وعلا.